أحسن الله إليكم السماحة فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله. كثر في زماننا هذا البيوع، سواء كانت البيوع بالتقسيط أو البيوع بالآجل، ما الضابط الشرعي في هذه البيوع؟ الأصل في البيوع الحل. طيب، قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، جميع المعاملات الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على منعه. ويجوز البيع بالحال بالثمن الحال، ويجوز البيع بالثمن الآجل، كلاهما سواء، لأنه داخل في قوله تعالى وأحل الله البيع، وداخل في الأصل أن الأصل في المعاملات الحل لما نهى عنه الشارع. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هذا يشمل البيع بالأجل، قد يكون الدين ثمن مبيع، وقد يكون قرضا، قد يكون سلما، ويشمل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، استسلف على عبد الصدقة، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. نعم.